الناشط والظهيرة من التلفزيون المصري. مشاهدي الكرام أهلا بحضراتكم، أحييكم سيداتي وسادتي. وإلى التفاصيل، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق بالأحرف الأولى على اتفاق السلام لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية. جرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان وبحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني و قادة الحركات المسلحة المشتركة في الاتفاق. ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام عناصرها إلى الجيش السوداني. وفي كلمته أكدت كواك رئيس وفد الوساطة الجنوب السوداني أن السلام في السودان سيعود بالاستقرار على جنوب السودان، كما وجه كالواغ الشكر لمصر والإمارات والسعودية على دعمهم لمفاوضات السلام. مشاهدي الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق من القاهرة. عفوا، كيف يمكن أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار المنشود الذي طالما يعني انتظره العالم العربي بأجمع على مدار سنوات طويلة، وأيضا كيف سيسهم في التنمية في السودان؟ هو طبعا حضرتك ان اي اتفاق يوقع بين الاطراف السودانيه سواء اطراف حكوميه او اطراف جبهات معارضه او حركات مسلحه في سبيل السلام والتعديه هو شيء جيد ويعتبر يعني كسر لحلقه الصراع المفرغه التي تدور فيها السودان منذ حوالي 15 عام واكثر. بعد الثورة في السودان وتشكيل مجلس السيادة الحاكم في السودان، يعني الإخوة في السودان بدت الأمور أفضل في طريق التصالح الوطني على جميع الاتجاهات، خصوصا في مناطق النزاع مثل غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومناطق أخرى. الاتفاق يعتبر خطوة جيدة جدا على سبيل تحقيق السلام، وإن كانت هناك بعض المجموعات مثل جماعة عبد الواحد نور لجبهة تحرير السودان والجبهة الشعبية لم تنضم بعد إلى الاتفاق، إنما هي خطوة هامة جدا. نعم، على ذكر هذه يعني الجبهات أو هذه الأجنحة التي لم تنضم لهذا الاتفاق، هل يعني يمكن أن تنضم إلى ركب السلام في مراحل قادمة، وكيف سيكون التعامل معها؟ ويعني هذا يتوقف على يعني بناء الثقة وفي تطبيق الاتفاقات التي وقعت بالأمس والتي يمكن أن توقع في المستقبل. عندما تجد الحركات الأخرى التي ربما لديها بعض المطالب أو لديها بعض الشك وعدم الثقة أن تطبيق على الأرض للاتفاقيات وما يشعر بها المواطنون في هذه المناطق من نيل حقوقهم ربما يشجع الباقين على توقيع اتفاقيات سلام في النهايه. طبعا هذا يتوقف ايضا على مساله التنميه في مختلف اقاليم من السودان، وهي مساله اساسيه، وتوزيع السلطه وتقاسمها. وأظن أن الإخوة في السودان وفي مجلس السيادة الحاكم يدركون ذلك، وهم في مرحلة جديدة من تاريخ السودان، نتمنى لهم التوفيق. نعم، بإذن الله. نعم، سعادة السفير دكتور فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بدأت الاستشارة النيابية في لبنان لتسمية رئيس الحكومة الجديد خلفا لحسان دياب الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت المروعة. وكانت الكتل السياسية الرئيسة في لبنان قد أعلنت أمس توافقها على سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب مرشحا لرئاسة الوزراء. يأتي ذلك فيما دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية، وذلك قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة اليوم، والتي استبقاها بالدعوة إلى إصلاح النظام السياسي اللبناني.
وللمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. أستاذ مصطفى، بعد التحية وفي البداية نتمنى الاستقرار والأمن للبنان الشقيق، إلى أين وصلت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، وبالأخص ونحن في انتظار أو لبنان في انتظار لزيارة مهمة للرئيس الفرنسي، وأيضا مع وجود توافق كبير حول اسم السفير مصطفى أديب، هل من المتوقع أن تتمكن الحكومة الجديدة من تهدئة غضب الشارع اللبناني؟ في البداية لابد من التأكيد على أن اسم السفير مصطفى أديب أتى من ضمن صفقة ومن ضمن تسوية، وهو مرتبط أيضا بالمبادرة الفرنسية. عمليا هن رئاسة الحكومة والحكومة القادمة نظريا ستكون حكومة لإدارة المبادرة الفرنسية لمحاولة أخيرة لإنقاذ الوضع ولإنقاذ البلد وتركيبته في ظل الوضع الاقتصادي الصعب طبعا الذي يمر به لبنان. نعم، نتحدث عن الاقتصاد ولكن كل شيء مرتبط أيضا بالسياسة والأمن وبكل الأمور، وهناك يجب ان لا ننسى بان هناك تجديد لقوى اليونيفيل بالنسبه للقرار 1081، يعني اظن ان الامور مترابطه ببعضها ببعض. الان طبعا هناك فرصه، علينا ان نرى ان كان سيتمكن الرئيس القادم، واظن بانه على الارجح سيكون الدكتور مصطفى اديب، من تاليف حكومه تقنع الناس بانها حكومه بالفعل فاعله وتبدأ بالعمل، وحتى لو كان هناك تعطيل رضا فإن النجاح. أستاذ مصطفى، هل اختيار السيد أديب والتوافق عليه بأغلبية معناها أنه ليس محسوبا على حزب أو تيار بعينه داخل لبنان؟ أنا بالتأكيد هو نظريا كذلك، ولكن نعم. بالنهاية لا يوجد أحد غير مرتبط، الدكتور مصطفى أديب له علاقات وثيقة مع الرئيس السابق نجيب القاضي. نعم. وهي علاقات عملية مهنية بالإضافة إلى يعني علاقة سياسية. ولكنه ليس حزبيا على الأقل، ولا يبدو بأنه متحزب أو على الأقل متطرف بموقفه السياسي. نعم، السيد مصطفى علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، كنت معنا هاتفيا من بيروت، لك جزيل الشكر. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها السعودي باستخدام طائرة مفخخة بدون طيار. جددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة الأعمال الإرهابية الآثمة ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدميره لزورق ملغوم جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الحوثيين أطلقوا الزورق من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. أعلنت القوة المسلحة مقتل 77 عنصرا تكفيريا خلال الفترة من 22 من يوليو الماضي وحتى 30 من أغسطس الجاري. أوضح بيان القوة المسلحة أنه تم تدمير 317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة في شمال سيناء، وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية. كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية،
وبالتزامن قامت القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر. أشارت القوات المسلحة إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضباط وأربعة جنود بمناطق العمليات. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة، وأفادت الصحة كذلك بارتفاع عدد المتعافين من مصاب الفيروس إلى 72,120 حالة وخروجهم من مستشفيات العز الصحي. ارتفعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين والعرب والمؤسسات الأجنبية. ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة EGX30 بنحو 0.2% يصل إلى مستوى 11,454 نقطة. كما صعد المؤشران EGX70 EWI EGX100 EWI متساوي الأوزان بنسب تراوحت بين 0.2% و 0.3%. وقعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ملياري دولار بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية. وذكرت المالية أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مدير الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام. ولفتت الوزارة إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهها السوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، كان هناك إقبال كبير حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75% مرة من قيمة الطرح. فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى 2 ملياري دولار، ما يعكس الثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر. أعلن وزير التموين دكتور علي المصلحي أنه تم طرح 4 مستودعات استراتيجية كمرحلة أولى باستثمارات 12 مليار جنيه بمحافظات الشرقية والفيوم والأقصر والسويس. أكد المصلحي خلال افتتاحه الفرع الجديد لأحد السلاسل التجارية أنه سيتم الخميس المقبل إعلان تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأس مال 100 مليون جنيه. نتابع هذا التقرير. من افتتاح لآخر يسير وزير التموين بخطى ثابتة لتطوير التجارة الداخلية وتغيير شكلها، سواء بالسلاسل التجارية أو المناطق اللوجستية لزيادة إسهامها بالدخل القومي عن 18% في السنوات القادمة. يعني قيمة الاستثمارات اللي تم ضخها في هذا القطاع بتصل إلى 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400,000 فرصة عمل. اللي حضرتك شايفه النهاردة ده أحد المراكز التجارية اللي تم افتتاحها في مدينة السلمانية الجديدة. الأسبوع اللي فات كنا في محافظة الغربية بنستكمل الافتتاحات، ما أعلنوا يعني معالي الوزير أمام فخامة الرئيس بالأمس أنه ما يتم على أرض الواقع هو استكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية عشان أن احنا يبقى عندنا تجارة داخلية منظمة. هنا كان الافتتاح لأحد السلاسل الكبرى التي تتنوع به السلع، سواء كانت غذائية أو منزلية، والأسعار بحسب القائمين عليها تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 20%. تكامل سلاسل الإمداد والتمويل مع العرض يؤدي إلى انخفاض السعر. بص على الرز النهاردة موجود عندهم بكام، بص على الزيت بكام، بص على السلع الأساسية، بص على الخضار، بص على الفاكهة. إذن المفهوم بتاع وجود مناطق تجارية وسلاسل توزيع بهذا المفهوم هيسهل على المستهلك. فالاستثمارات بتلك المشروعات تولد الكثير من فرص العمل للشباب، ففي هذا المكان يعمل أكثر من 1000 عامل بطريقة مباشرة، أما بغير المباشرة فإن الرقم يصل إلى 2000 فرصة عمل. الفرع ده بالتحديد فتحنا في حدود 2000 فرصة عمل، الفرص العمل المباشرة وفرص العمل الغير مباشرة اللي هي جاية من الشركات اللي بيبقى بيرسلوا المناديب بتاعتهم وبيبقوا عاملين هنا،
وانت عارف ان المنطقه دي منطقه جديده على الطريق الصحراوي على الكيلو 55، والمساحه البيعيه بتاعه المحل هنا حوالي 10,000 متر. وما بين هذا وذاك تقول الارقام ان مساهمه التجاره الداخليه في الدخل القومي سوف تزيد الى المستويات العالميه بنهايه هذا العام. ولان العبر بالتنفيذ، فان ما انشئ على الارض من تلك المشروعات سوف يساهم في توفير الالاف من فرص العمل، اضافه الى مساهمتها في الدخل القومي باكثر من 20% بنهايه هذا العام. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. سيد المرسلة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. شكرا محمد وشكرا موصول للسادة المشاهدين، والمزيد لحضراتكم عبر ماسكيرو.eg. ملتقانا يتجدد.